حكومه الرئيس وحياه كريمه طورت لنا الصرف الصحي ودخلت الغاز الطبيعي والنت السريع اللي هو الالياف الصناعيه وتبطين الترع والوحده الصحيه اتطورت طبعا والمجمع خدمات والجمعيات الزراعيه والحمد لله الحمد لله احسن من الاول بكتير. كل شيء متوفر والطرق اتعملت والشوارع والحمد لله يعني تمام عايشين عيشه 100% الحمد لله. احنا طبعا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت شهاده ميلاد جديده لقرى مركز ومدينه شبين ومحافظه دقهليه بصفه عامه. طبعا كنا في غايه السعاده ان طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود عندنا هنا في مركز شربين قريه الحصص وكان موجود مع الاهالي بياكل معاهم على ترابيزه واحده وكان بيتفاعل معاهم. فرحه الشباب وفرحه الاطفال اللي كانت موجوده وكانت اسعدت كل الناس. الاطفال كانوا بيندعوا على الرئيس من على سطوح من البلكونات وكان الرئيس بيتفاعل معاهم جدا. ما كانش فيه مسافه بينهم من بعض، لا ده كانت الناس مع بعضها وكان الرئيس معاهم، رئيس واحد مننا واحنا بنحبه. وطبعا حياه كريمه اسعدت كرة مركز شربين بالكامل ولسه مستمرين في حياه كريمه. طبعا مدى الزياره على الاهالي هنا حاجه فرحه عارمه لم يتوقعها احد ولم ينتظرها احد. طبعا كانت زياره موفقه للغايه وسابت صدى كبير جدا 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 على اهالي المنطقه بصفه عامه مش الحظر بس، وكم الانجازات اللي اتعمل على ارض الواقع ده خيال. لو جينا نصنفه نقول ده خيال، اللي بيحصل ده ما كانش يحصل ولا في مئات الاعوام. ده حصل انجاز في خلال سنه ولا اثنين منذ بدايه حياه كريمه النهارده. فاحنا بنشكر معالي الرئيس وبنقول له ده شرف كبير جدا وجودك في وسط قريه الحصص وفي وسط الاهالي. طبعا تاثير الزياره حاجه ما حصلتش ولا كانت هتحصل خالص قبل لو الرئيس ما جاش، ما كانش يحصل اللي حصل ده. حصل حاجات ما كانتش هتحصل ولا بعد 100 سنه. البلد حصل فيها انجازات، الطرق اتوضب، الجمعيه الزراعيه، كل اللي عملوا لنا مدارس وجوامع وطرق وكل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه. وزيارته كفايه زيارته لنا هنا، انه استعنانا وجالنا ونزل ومشى وكلم مع الناس وسجل معاهم، كل دي حاجات حلوه مش وحشه وحاجه تحسب له مش عليا. بقول له شكرا يا ريس وربنا يعينك على اعدائك وينصرك على من يعاديك، وينصر على من يعاديك، اللهم امين. يا حبيبي يا جاي الروح، احنا وراك مطرح متروك، انت حبيبنا وروحنا وكل حاجه في الدنيا، وتفك شر المرض وخليك وبارك لنا فيك. هو كان راجل متواضع وقاعد في وسطنا متواضع وقال لك هنحقق كل الطلبات، بس طولوا بالكم علينا شويه واحنا معاه وهنطول بالنا. واحنا مش جعانين، احنا ما جوعناش، دول الاجانب جاعت، ان بلدنا ما جاعتش، ما حصلهاش مجاعه. عندنا الاكل متوفر في بيوتنا اكتر من الاول. انا بقول له ما احناش عايزين غيرك يا ريس.